اهلا بكم من جديد مشاهدينا. لا شك ان محافظه اسوان ومدينه اسوان تحديدا بتزخر بالكثير من الاماكن السياحيه والاثريه اللي لها شهره عالميه طبعا، وموجوده على الخرائط السياحيه والبرامج السياحيه اللي بتقدم خدمتها الشركات السياحه في مختلف دول العالم من مختلف الجنسيات. وبالتاكيد طبعا المتاحف او قطاع المتاحف يعتبر جزء هام جدا من صناعه السياحه في مصر، لانه بيجمع بين السياحه والاثار. متاحف مصر دائما بتزخر بالزوار، بتمتلك الكثير من الثروات والكنوز اللي بيستمتع المشاهد والزائر ليها، وبيقدر يعرف اكثر واكثر عن الحضاره المصريه. أسوان لها نصيب جيد من المتاحف، يمكن متحف النوبة هو الذي يعني ينال الشهرة العالمية، لكن متحف إليفانتين في أسوان اللي يقع في جزيرة إليفانتين من أقدم الأماكن أو اللي تعتبر صالات عرض القطع الأثرية، واللي قريبا إن شاء الله ستناله يد التطوير، لأن مكانة هذا المكان كبيرة جدا وله شهرته أيضا وله أهميته بالنسبة للسائح اللي بيجي يزور أسوان. معانا وشرفنا الأستاذ الأثري الأستاذ مصطفى خليل مدير متحف إليفانتين بأسوان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفت بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. متحف إليفانتين عمره قد إيه يا أستاذ؟ المتحف يا فندم كمبنى أنشئ 1898 كاستراحه. بالظبط يا فندم، كاستراحه لويليام ويلكوكس اللي هو المهندس المعماري الانجليزي اللي بنى خزان اسوان. المهندس فضل في المكان متواجد لغايه 1912. الفتره من بعد التعليه الاولى للخزان اللي حصل ان عندنا ارتفاع مستوى المياه جنوب الخزان، فادى لغرق مجموعه من المواقع الاثريه. المواقع دي اتعمل لها حفائر انقاذ، حفائر الانقاذ دي عندنا ناتج ومحتوى اثري، وما كانش فيه في الفتره دي متاحف موجود كتير، لان احنا كان عندنا المتحف اليوناني الروماني ومتحف المصري 1902 في القاهره، ففي الاقاليم ما كانش فيه متاحف. صحيح. فاستغل المبنى، لانه اصلا المبنى كان موجود فارغ من 1912. 1917 كان عندنا متحف اثار اسوان، لذلك هو يعد واحد من اقدم المتاحف، او زي ما حضرتك قلتي اللي هو صالات العرض، المتاحف المصريه الاقليميه اللي في المحافظات، وخصوصا ان انت بتكلم حضرتك في محافظه حدوديه في اقصى الجنوب. لكن المبنى نفسه والمتحف نفسه الميزه اللي هو موجود فيها انه هو في جزيره إليفانتين. صحيح. اللي هي موقع الاقليمي الاول من اقاليم مصر العليا. صحيح. يعني بتمتاز الموقع الاثري انه عندنا من الاسره زيرو تواجد عمراني لم ينقطع حتى التاريخ اليوم. صحيح. يعني من المواقع الاثريه النادره اللي كامل للتاريخ على مدى لا يا فندم، احنا عندنا مواقع اثريه تختص بالعصر البطلمي، في مواقع اثريه خاصه بالدوله القديمه، خاصه بالدوله الوسطى او الدوله الحديثه. اما ان يكون في موقع اثري من بدايه الاسره زيرو، مش الاسره الاولى، لغايه النهارده الموقع لم ينتهي فيه اي تواجد عمراني. وبعدين الموقع فريد في انه عاصمه الاقليم نفسه اللي هو طاس. الاقليم كان يطلق عليه طاس تي اللي هو ارض القوس. اما المدينه نفسها كان يطلق عليها ابو او ارض الفيل، سن الفيل، نتيجه لاحتماليه ان الجزيره نفسها الشكل المتواجد فيه جزيره كشكل ناب الفيل، او ان كان في تجاره ما بين مصر والجنوب، فكانت تجاره العاج نفسها او ناب الفيل كانت دايما متوفره في جزيره، لانها منطقه حدوديه. العاصمه كانت الموقع التجاري الرسمي الحدودي بين مصر والجنوب. صحيح. فكانت كده اخذت الاسم من إليفانت وبعد كده إليفانت. بالظبط. في العصر اليوناني الروماني اطلق عليها إليفانت او إليفانتين، المسمى إليفانتين او إليفانت ده في العصر اليوناني الروماني. اما في العصر الفرعوني في خلال لغايه الدوله الحديثه كان يطلق عليها ابو اللي هي ارض الفيل نفسها، ارض الفيل او سن الفيل. المهم ان عندنا في الموقع نفسه قبل الكلام على المتحف نفسه، ان احنا بنتكلم على جزيره فيها حاكم الجزيره نفسه كان موجود، يعني ما كانش بالفتره دي في اسوان، اسوان كانت في الجزيره كلها، التواجد العمراني لمدينه اسوان او المحافظه او الاقليم كان في جزيره إليفانتين، فمقر الحاكم موجود، المنطقه السكنيه موجوده، عندي هرم رمزي من الاسره الثالثه، ودي هرم نادر، لان احنا المواقع الاثريه في مصر كلها الاهرامات فيها نادره، يعني غير مجموعه الجيزه عندنا هرم في إليفانتين من الاسره الثالثه، يعني انا بتكلم قبل
اهرام الجيزه. لا حوالي 20 متر في 20 متر بس. هو هرم رمزي بيتكلم ان الملك موجود، قوه الملك موجوده في المنطقه الحدوديه الجنوبيه. بيتكلم عن المعابد، المعابد الموجوده عندي لساده الجزيره، معبودات الجزيره عندي مع لا يا فندم خنوم وساطت، اللي هم المعابد الموجوده من الدوله القديمه مرورا بالدوله الوسطى، الدوله الحديثه، العصر الفني الروماني. يعني تعج الجزيره بمعابد، لان من خلال اعمال البعثه الالمانيه اللي بتعمل في الجزيره من سنه 69 لغايه النهارده، لغايه النهارده يا فندم، لغايه النهارده موجودين. يعني انا بكلم حضرتك لغايه النهارده موجودين، ان هم اعادوا تشكيل الجزيره كلها، لانها عباره كانت كوم اثري، يعني تل اثري او كوم اثري. لكن من خلال اعمال الحفايه لاكثر من 50 سنه اظهرت لنا المحتوى الاثري في جزيره الفنتين. بالاضافه ان عندي مقطع كامل من، لو حضرتك بصيت للجزيره من الجنوب، مقطع كامل للجزيره من الاسره زيرو، وكانك بتقطعي في التاريخ نفسه كامل. عندي منطقه البانوراما بتقدر حضرتك تشوفي بيها اسوان كلها. لان القصه مش الجزيره بس، الجبل الغربي هو عباره عن مدافن حكام الاقليم. صحيح، ما هو النبلاء هم حكام الاقليم، فهو تواجده في الجزيره ومقر الدفن بتاعه في البر الغربي. فاسوان كلها عباره عن جزيره الفانتين، دي هي اصل اسوان بالظبط يا فندم. تعتبر من انا زي ما اقول لحضرتك من الاسره زيرو، هو التواجد العمراني في الفانتين. يعني التواجد العمراني في في مدينة أسوان في الشرق بدأ من الأسرة 26 والعصر اليوناني الروماني، لكن قبل كده كان عبارة عن تواجد التنجيم والمحاجر في الشرق. أما التواجد الأثري أو التواجد العمراني كان في جزيرة الفنتين، وجزيرة الفنتين مرتبطة بجزيرة السهيل، لأن صحيح. جزيرة السهيل واحدة من أكثر المواقع الأثرية التي تعتبر سجل أثري واسع. صحيح. حضرتك تقدري تشوفي، وما فيش حاكم من حكام الفنتين الا ما ساب سجل خاص بيه ان انا كنت في العام الفلاني حاكم للفنتين، توثيق كامل عباره عن كتاب مسجل. جزيره الفنتين وجزيره السهيل عباره عن عبقريه للزمان والمكان. صحيح. في مدينه اسوان، ومقياس النيل كمان، ومقياس النيل انا عندي، انا عندي اثنين مقياس نيل في الجزيره. واحد خاص بمعبد خنوم وواحد خاص بمعبد ساتت. ودول كانوا عباره عن مقدار الدولة بتستخدمهم لقياس مقدار الفيضان اللي بتتحدد من خلاله أعمال الضرائب. نتيجة لو الفيضان منخفض بتلقى الضرائب منخفضة، لو الفيضان عالي بتلقى الضرائب منخفضة. أما في حالة الفيضان المتوسط الدولة بتستطيع أنها يعني تصدر قرار بالضرائب أنها تكون تستحوذ على الضرائب من المصري أو المواطنين نفسهم. طبعا دي تقنية هندسية بالضبط يا فندم بالضبط. ولا احنا بنتكلم في عصور العالم كان لسه ما وصلش لأي تقنية علمية. يعني نتكلم عن الدوله القديمه او الدوله الوسطى، كان لسه العالم عايش في عصور ما قبل التاريخ، واحنا كان عندنا حضاره لا تمثلها حضاره في التاريخ. والمصري لازم يفخر دايما انه عنده حضاره ما تمثلهاش حضاره، مهما ادعى اي دولة او ان عندها من الحضارات. لكن الحمد لله ان احنا عندنا حضارة نفخر بها على مدى التاريخ. المعبود الذي كان يعبد وهو رمز لإلفانتين هو الاله خنوم، هو الكبش. الكبش يا فندم. ليه تم اختيار الكبش؟ الكبش كان ليه تقنية انه بيستطيع ان يوصل للماء. فخنوم نفسه اللي هو شكل الخروف نفسه، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه غريزه انه بيقدر يوصل للمياه في اي مكان. يعني عنده طبيعه انه يقدر يوصل للمياه. وهنا احنا بنتكلم على سيد اللقب بتاعه انه سيد المياه البارده الفنتين، لانه بيتحكم في مياه الفيضان. المصري القديم كان بيعتقد ذلك، انه هو بيتحكم في مياه الفيضان، وان منبع النيل نفسه منبع الفيضان في منطقه هو الجندل الاول اللي هي الفنتين والجزر. حتى ان هو وصل انه منطقه فيله، وان هي عباره عن الحد واللي بيصدر منها مياه الفيضان، وان خنوم هو سيد الفيضان، وان هو اللي بيتحكم في الفيضان السنوي. بالاضافه انه لاحقا اعتبر ان هو خالق البشر، لانه هو كان بيخلق البشر على عجله الفخراني، كان ليه علاقه بصناعه الفخار، فاعتبر خنوم ان هو خالق البشر. واغلب المعابد المصريه بتعج بالنقش الخاص بان خنوم هو جالس على عجله الفخراني، حتى بشكل بالفخار بشكل فخار اللي هو شكل الانسان. يعني معبد حتشبسوت وفينا المنظر الموجود فيه انه هو بشكل الملكه حتشبسوت على عجله الفخراني.
تمام. نرجع بقى تاني للمتحف اللي هو المتحف. عبارة عن فيلا على الطراز الإنجليزي تمام. القديم تمام. وهي تم يعني إنشائها على أنها متحف أو تم استخدامها كمتحف لعرض معروضات الأثرية. المعروضات اللي وضعت في المتحف هي دي اللي موجودة لغاية النهاردة ولا فيها؟ هو المتحف أغلق للتطوير في 2010، لكن يعني وزارة السياحة 13 سنة وزارة السياحة والآثار العام المالي الموجود احنا فيه 2023 بصدد ان شاء الله بدء الانشاء اعادة تطوير المتحف، وكان لسه من يومين عندنا لجنة بقيادة الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف اللي بيشرف دايما بسيادته بزيارته للمتحف. خلال الزيارة كان مشروع التطوير ابتدى خلاص، يعني حطينا الخطوات الأولى لمشروع التطوير ان يكون عندنا متحف آثار أسوان على النموذج والنسق العالمي، ان هو يكون فيه كافه التقنيات اللي تساعد في العرض بالنسبه للاسوياء وكمان لذوي الاحتياجات الخاصه، ان يكون عندنا لغه بريل برايل، ان يكون عندنا كل وسائل ذوي الاحتياجات الخاصه انه يستطيع انه يزور المكان، لان المكان على ارتفاع عالي صحيح. فكان في صعوبه جدا في الصعود، لكن المشروع اعتمد انه يكون فيه وسيله للوعي الاسري لابناء اسوان ولزوار اسوان سواء من الاجانب او من العرب او من محافظات مصر المختلفه، لان مدينه اسوان بتعج دائما بالزيارات سواء من الاجانب او المصريين او من العرب. فاحنا دائما عايزين موقع متحف اثار اسوان يكون واحد من اهم المواقع الاثريه في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا في ملحق بالمتحف اللي هو الانكس تمام. وده اللي فيه عرض للقطع الاثريه اللي خرجت من اعمال البعثه تمام. اللي لازالت تعمل النهارده تمام تمام. هل في بعثات اخرى غير البعثه الالمانيه بتعمل في الفنتين؟ الفنتين اسوان كمدينه بتعج بها بالبعثات، فيها مجموعه من البعثات نعم. يعني في مقابر النبلاء في البعثه الاسبانيه، اما الفنتين فمن زي ما قلت لحضرتك من 1969 البعثه الالمانيه بعثه المعهد الالماني هي الموجوده واللي هي غيرت شكل المكان كله فهي بتعمل، وعملت لنا الملحق لمتحف آثار أسوان 1998 وافتتح نفس تاريخ افتتاح متحف النوبة نفس التوقيت لأنه هو يحتوي على 1556 قطعة. أنا شفت تقريبا بعض القطع المعدنية بالضبط يا فندم، عندنا كنز معدني من عصر البطلمي جزء منه معروض وجزء في المخزن. الكنز ده اتوجد في أحد المنازل في كانت عملات تقريبا. عملات يا فندم عملات من البرونز اتوجد في أحد المنازل في أثناء الحفاير سنويا موجودة من خلال المعهد الألماني في الجزيرة، ونتج عنها زي ما قلت حضرتك إعادة تكوين رسم يعني ميداني للمدينة كاملة، إن فين المنطقة السكنية، فين منطقة العبادات، فين أماكن الحكام نفسهم، يعني أماكن يعني إحنا اللي عارفين فعلا فين أماكن الحكام اللي هم النبلاء اللي في مقابرهم في غرب أسوان أو في قبة الهوى، لأن المقابر ما اتضحش إن هي قبة الهوى فقط، منطقة نجع الجعلبية دي كلها حكام، لأن احنا بنتكلم في تاريخ أكثر من 4000 سنة عصور. فالحاكم نفسه ما كانش هو بس اللي بيدفن، لا الحاكم وتابعيه وزوجته وأبنائه، فكان عندنا يعني فترة وجود الحاكم نفسه كان بيبقى بيستحوذ على جزء كبير من المساحة، فالحكام على هذه الوتيرة يعني. وعندنا كمان من الحكام اللي زي حقائب وصل لمرحلة اللي هو نصف أو معبود، يعني عبد في عصور لاحقة لأنه كان بيمتاز بالعدالة والحكمة، ففي فترات لاحقة وصلت لأنه اتعمل له مقصورة خاصة في إليفانتين، مقصورة حقيب، أنه كل حكام الأقاليم اللي تلده كان لازم يحط بعض الأقرابين وتماثيل خاصة به أنه هو بيشبه نفسه بحقيب. فحكام الأقليم نفسه كانوا مؤمنين الحدود الجنوبية، مؤمنين الحدود الشرقية، هما يعني من خلال التاريخ والسجلات اللي تركوها في مقابرهم اتضح لنا ان هما كانوا على مستوى المسؤوليه، يعني اختيارهم من خلال ملوك مصر في عصور مصر القديمه احسنوا الاختيار، فهم الحكام نفسهم او حكام الاقليم كانوا على مستوى المسؤوليه في حفاظ على حدود مصر، في العنايه بالتجاره وتصدير المنتجات المصريه، لان احنا بنتكلم على دوله ذات حضاره وصلت لمصنوعات لم يكن صحيح. الغير يملكها صحيح. فكان المواد الخام بيستجلبوها الحكام من الجنوب لدرجه ان احنا عندنا من الدوله القديمه عندنا حكام اللي هو حاكم اسمه ميخو مقبرته 25 في مقابر النبلاء، خلال اعمال التجاره ان هو قتل في مجاهل افريقيا، فابنه الملك نفسه الملك بيبي الثاني اعطى ابنه صابني اللي هو صاحب المقبره اللي مجاور ليه انه اذن انه يروح يجيب مومياء والده، وكان فخور بانه استطاع انه يجيب مومياء والده، والملك نفسه اعطاهم هذه المساحه لانشاء المقبرتين
الكلام ده كله احنا عرفناه من السجلات المكتوبه. الميزه حضرتك في التاريخ او في الحضاره المصريه ان السجلات نفسها المكتوبه اللي الحكام نفسهم كاتبينها ده بتاكد لينا المعلومه. يعني انا مش بختلق كلام، بتوثق المعلومه بالظبط اللي ممكن تبقى جزء منها في مكان تاني او ده من خلال معرفه اللغه المصريه القديمه. خلاص ما بقناش بقى بنتكلم في خيالات او في، لا احنا بنتكلم في وثائق مكتوبه معلومه اكيده الحاكم نفسه او كانها مذكرات. بالظبط يا فندم، اللي هو بيحدد لي اليوم، بيقول اليوم الخامس من الفصل الثالث من عهد الملك، بيحدد اليوم والتاريخ ان هو قام بالحمله للتعدين للتجاره لحمايه الحدود. فحكام اقليم الفنتين كانوا على مستوى المسؤوليه من عصور الدوله القديمه الى الان، يعني الحمد لله. جميل. التطوير اللي ان شاء الله سينال متحف الفنتين هيبقى تطوير في المبنى وفي اسلوب العرض المتحفي. تمام يا فندم، المبنى كامل لان المبنى المبنى نفسه عد عليه اكثر من 100 سنه. فلازم المبنى نفسه يعني يعاد تصميمه معماريا للحفاظ عليه. لاضافه تقنيه حديثه في العرض، لان طبعا وسائل كل الوسائل التسهيلات اللي سواء المياه او الكهرباء من عصور يعني ليها اكثر من 50 سنه، فطبعا كل ده هيتغير للاسلوب نفسه لتسهيل العرض. يعني اسلوب الاضاءه نفسه بيسهل العرض غير الاضاءات اللي كانت موجوده في الفتره قبل قبل جاف المتحف. لكن دلوقتي احنا وسائل العرض الحديثه بيسلط الضوء على القطعة على الليبل نفسه طبعاً. وفي تسهيل في خط سير الزياره صحيح نفسه. والقطع الاثريه بتبقى محفوظه في درجه حراره معينه ودرجه بالزبط رطوبه بالزبط وشكل بالزبط ودرجه بالزبط اضاءه علشان تحافظ على قيمتها وعلى ان اقدر احافظ عليها مدى زمني، لانها مثلا موجوده عندي من اكثر من 4000 سنه او 5000، فانا مش معقوله في خلال الفترة اللي تلف. فأنا بحافظ أن أحاول أمنع أي عوامل من عوامل التلف أنها تصل للقطع الأثرية. ده بحاول أواصل الوعي الأثري للمنطقة نفسها أو للمحتوى الموجود في المتحف، والرسالة نفسها توصل لكل اللي بيزور المتحف. وبحاول أصلا يعني أستجلب زيارات، لأن أنا لو مثلا أنا شخص جيت زرت المكان وعجبني فيه العرض والتقنيات العرض وسهولة العرض والأمناء الموجودين وبيشرحوا فيه تسهيلات في التواصل، ده بيخلينا أقدر إن أنا أعمل دعاية. مجرد أنا أي زائر يعني مجرد إنه يسافر لبلده لازم هيعمل دعاية إن المكان الموجود في أسوان، خصوصا إن أنا في خط سير الزيارة العامة يعني للمدينة أو لأي مواطن أو زائر أجنبي بياخد الفلوكة، فالمكان بالنسبة له واضح. فيعني إن شاء الله خلال العمل المالي اللي احنا فيه 23-24 يكون عندنا متحف على أعلى التقنيات. يعني ده مجهود وافر من وزارة السياحة والآثار بقيادة السيد الوزير معالي السيد الوزير ومعالي الأمين العام، اللي ما بيدخلوش جهد إن يكون في دايما جديد، يعني سواء اكتشافات لمواقع حفاير أو افتتاحات لمتاحف بعد تطويرها أو إنشاء متاحف جديدة. فالوزارة يعني بتحاول تكون من خلال القطع الأثرية أو المحتوى الأثري اللي مصر مليئة به إن تكون إحدى القوى الناعمة اللي إن تحط اسم مصر، وهي اصلا محطوطه يعني احنا لسه هي اسم مصر دايما عالي واسم مصر دايما جذاب في كل المواقع في كل البلدان العالم. لكن الوزاره بتحاول تحط سعيها انها تحافظ على القوه الموجوده لمصر في خلال جميع، حتى من ضمن الحاجات دي ان احنا بيتعمل لنا معارض خارجيه في مختلف الدول. المعارض دي بتبقى عباره عن قطع اثريه نادره بتبقى بالاتفاق مع الوزاره مع الجهه المنظمه. المعارض دي حضرتك بتبقى وعي للمواطنين اللي في الدولة نفسها. صحيح. الدولة نفسها هنا في مصر بتستفيد منه ماديا، وفي نفس الوقت بيحصل وعي أثري خارجي انه بيستجلب ليه الزائرين الأجانب من الدولة دي، وبيبقى عندهم وعي كامل بإيه، لأن في ناس يعني لسه ما توصلش إيه المحتوى الأثري في مصر. هم عارفين إن مصر إحدى المواقع الأثرية العالمية، وفي ناس آخر معلوماتهم الأهرامات بالظبط يا فندم، لكن تفاصيل إيه القطع لا. المعرض ده بيوصل ليهم إن أنا موجود عندي في الأقصر كذا، في أسوان كذا، في إسكندرية. إحنا ما فيش محافظة عندنا من محافظات مصر مش موجود فيها موقع أثري. صحيح. فإن شاء الله يعني من خلال مجهود الوزارة الدائم المتحف إن شاء الله هيفتتح وهيكون يعني أحد المواقع الأثرية الجميلة في محافظة أسوان إن شاء الله. إن شاء الله. هل في تغيير في القطع المعروضة فيه؟ بالتأكيد يا فندم، إن إحنا لازم يعني هو زي ما قلت حضرتك إنه أغلق في 2010، 13 سنة عدت. المواقع الحفاير
كل سنه بيجوا من جديد، فالجديد ده لازم هيقعد الجديد. يعني احنا عندنا مواقع اثريه ممتده لمحافظه اسوان من ادفو لابو سمبل الصحراء الغربيه، كله ده في مواقع اثريه الحفائر شغاله البعثات سواء مصريه او اجنبيه او ببعثات مشتركه. الناتج الحفائر ده في قطع اللي هو اللي بيتقال عليها ماستر بيس، اللي هو القطعه الاساسيه عندي منها كتير خالص، يعني المخازن مليئه بالقطع الاثريه. فمن خلال الادارات الموجوده في قطاع المتاحف بتنتقي دايما القطعه اللي تكون بتعرض محتوى اثري وبتعرض تاريخ غنيه قيمتها. اه بالظبط يا فندم. فان شاء الله يعني خلال الموسم ده ان شاء الله يكون عندنا متحف احد المتاحف العالميه، يعني مش هنقول المتاحف العاديه، لا ان شاء الله يكون على مستوى المتاحف العالميه يعني. ان شاء الله. وحضرتك بتكلمني على القوى الناعمه وان ازاي احنا نستغل امكانيات مصر من الاماكن والمواقع الاثريه وتشجيع السياحه وتوافد السياحه. احنا برضو مصر بتهتم في القطاع الاثري ايضا والسياحي بان اي ظاهره بتسلط عليها الضوء وتعمل لها الدعايه الكافيه. ومعروف طبعا النهارده كان 22 اكتوبر التعامد على وجه تمثال رمسيس الثاني في قدس اقداس معبد ابو سمبل، ودي ظاهره طبعا بتحدث مرتين في العام. هل النهارده يعني سؤالي لحضرتك، انا عارفه ان كل سنه بتبقى في مراسم كده وخطوات ومهرجانات وكده، هل النهارده وده سؤال يمكن برضو انا سالته قبل كده لضيوف كتير، هل النهارده تم استغلال هذه الظاهره وابو سمبل السياحيه الاستغلال الامثل، ولا لسه ممكن يبقى في افكار احسن تسويقيا وترويجيا وسياحيا ممكن توصلنا لمنطقه تانية خالص؟ ده بالتاكيد يا فندم، طول ما الانسان عايش لازم يكون في فكر جديد. طول ما احنا موجودين واجيال بتعج بها الوزاره دايما في فكر جديد، لكن الوزاره نفسها يعني في 21 فبراير 21 بتعمل المهرجان بالليل لانه صابح التعامد يوم 22، يعني 21 فبراير 21 اكتوبر، وده التاريخ الاساسي للتعامد. تمام. لان التعامد كان 21 فبراير 21 اكتوبر، لكن نتيجه نقل المعبد لمستوى اعلى نتيجه بالظبط يا فندم. لكن المعبد نفسه عباره عن عبقريه في في الشغل المعماري، ان انا بحفظ المسافه دي حوالي 50 متر داخل الصخر، وبعمل صاله الاعمده اللي فيها 8 اعمده اوزيريه خاصه بالملك، وبعدين عندي قدس الاقداس اللي بيضم 4 تماثيل خاص بالملك والمعبود امون وراح ورختي وبتاح اللي هو معبود الظلام اللي حتى في بتجيش عليه، يعني في التعامد ما بتجيش عليه، بتيجي على 3 تماثيل اللي هو امون وراح ورختي ورمسيس الثاني اللي هو اله نفسه في المعبد. احنا عندنا معابد من عصور ما قبل التاريخ، لانه مصر القديم كان بالنسبة له العقيدة جزء أساسي من حياته. صحيح. فهو من بداية الحضارة نفسها كان المعبد نفسه، المعبد تطور ليه تطورات، يعني المرحلة اللي وصل فيها معبد أبو سمبل ده يكاد يكون من آخر مراحل التطورات. لكن كان في البداية عبارة عن كشك من الخوص بسيط جدا خاص بالمعبود، وكان كل إقليم ليه معبود. اما الدوله نفسها بعد الاتحاد بعد توحيدها في الاسره الاولى اصبح ليها معبود خاص بالدوله، وما زال في الاقاليم نفسها كلها ليها معبودات. في الدوله الحديثه كانت مصر وصلت لمرحله الامبراطوريه، يعني التمدد، فكانت في عبقريه في العماره. الامبراطوريه ما وصلتش من فراغ، وصلت من التقدم العلمي، التقدم العلمي والهندسي اللي كانت مصر فيه. القصه ما كانش انشاء معابد بس، احنا كنا بنتكلم في حضاره. الحضاره دي عباره عن كل مجالات الحياه، يعني ما كانش عباره عن مجرد انشاء معبد. صحيح. لا ده في ظواهر فلكيه مرتبطه بالظبط يا فندم، احنا بنتكلم على وعلمي على عالم الفلك نفسه اللي وصل ان احنا بالتعاون مع المهندس المعماري ان احنا لو وصلنا الزاويه بهذه الدرجه هيحصل حدث عامد يومين، واليومين دول في قولان فيهم ان هما تاريخ ميلاد الملك رمسيس الثاني وتاريخ جلوسه على العرش، وفي قولان ان ده تاريخ بدايه الحصاد وبدايه الزراعه، يعني موسم، لان التقويم المصري فيه 3 مواسم اللي هو موسم الفيضان، موسم الزراعه، وموسم الحصاد. فهو بيتكلم ان النهارده مثلا بدايه موسم الزراعه. نعم. بعد انتهاء موسم الفيضان. فبيتكلم ان 22، احنا سواء في كلا الحالتين ان هو ميلاد الملك او موسم الحصاد. صحيح. الاجتهادات دي ما بتضطش، يعني ما فيش مشكله. صحيح. منها. صحيح. لان ميلاد الملك رمسيس الثاني، لان هو الملك نفسه عباره عن عبقريه في ذاته. صحيح. يعني رمسيس الثاني هو امبراطور مصر. صحيح. القديمه والحديثه. صحيح. ملهوش، ما فيش مكان في مصر ملهوش بصمه. يعني
يعني جلاله ملك مصر العليا والسفلى رمسيس الثاني، حاجه عبقريه من حيث التاريخ. سجله حافل يعني، ما فيش يا فندم من حدود مصر الشماليه لحدود مصر الجنوبيه ما فيش ما فيش شبر من الارض ما لهوش بصمه. والدليل على عليه المعبد يعني. فالمعبد يا فندم عباره عن حاجه عبقريه في الانشاء، انه عندي اربع تماثيل جالسين ارتفاع حوالي 20 متر للتمثال. المعبد نفسه في الجبل، في الجبل يعني ما تمش بناؤه زي بالزبط معابد بالزبط ثانيه كتير. فدي ما انا بقول لحضرتك عبقريه انشاء هندسي وعبقريه فلكيه، وعبقريه فلكيه لاختيار يومين بصرف النظر عن هم ايه اليومين، لكن انه يكون في تعامد ووصول لاشعه الشمس لمجموعه التماثيل في قدس الاقداس في توقيت معين مع بدايه بزوغ الشمس، سواء كانت الساعه 5 5 ونص، دي في حاله يعني في حالتها كلها عباره عن عبقريه. زي ما كنا بنتكلم على عبقريه الملك نفسه، احنا بنتكلم على عبقريه المعبد، وبنتكلم انه الملك بيبسط سيطرته على كل ارجاء المملكه. صحيح. يعني عشان يثبت اسمه بالظبط يا فندم. فالمملكه المصريه ما كانتش حدودها في اسوان، لا ده كان حدودها ممتده للجنوب، فالملك ما كانش بيعمل معبد في خارج، لا بالعكس ده جوه الحدود المصريه وبيثبت قوته وبيعمل معبد من اقوى المعابد ومن اكبر المعابد، وبينحت في الصخر، المهندس الموجود عنده والعمال الموجود بينحتوا في الصخر عشان يعملوا للملك، وما كانش هيعملوا ده الا حبا في الملك الموجود. يعني مهما قيل عن الملك رمسيس، هو امبراطور مصر القديمه الملك رمسيس الثاني، يعني ايه بنحاول دايما ان احنا نتشبه فيه، في انه كان في الفتره دي مصر سيطرت، حتى يعني من الحاجات الجميله في المعبد ان هو عمل لنا وثق لنا المعركه الحربيه اللي هي قادش، اللي مصر فيها بتفخر انه بالظبط يا فندم. انت لما تشوف حضرتك المناظر وكانك يعني هي منقوشه في الصخر نفسه، لكن لما تبص لها فيها حركه، يعني العجله الحربيه بتاعت الملك والجنود والقاده الحربيين، بالاضافه لنص الكتاب اللي هو بيحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. الاجمل من ده انه بعد المعركه الحربيه في نص اللي هو معاهده السلام مع ملك الحيثيين، ان بنتكلم على في الفتره دي ان الدوله كانت قمه شموخها انها توصل لمرحله الحرب والسلام وتحافظ على حدودها وتمتد حدودها لمنطقه الاناضول، ما كانش حدودها اللي هي حدودها الشماليه او الشماليه الشرقيه عند سيناء، لا ده كانت منطقه الشام بالظبط يا فندم. لا ده احنا يعني من قبل رمسيس الثاني عندنا نابليون مصر القديمه تحتمس الثالث، انه وصل لغايه منطقه العراق، وكان السجل الكتابي نفسه اللي في معبد الكرنك ده اكد المعلومه، يعني ان هم وصلوا لمنطقه النهر المياه المنعكسه، فمجرى نهر النيل دايما من الجنوب للشمال، اما مجرى نهري دجله والفرات فمن الشمال للجنوب. فهم بالنسبه لهم كانت هم يعني مصر القديمه ما تخيلش ان في نهر بيجري الا من الجنوب للشمال. صحيح. فمجرد المعلومه نفسها انه وثقها كتابه انه احنا وصلنا لمنطقه المياه المنعكسه، ده بياكد انه فعلا وصل لمنطقه دجله والفرات في منطقه العراق. الامبراطوريه المصريه في الدوله الحديثه سيطرت على منطقة الشام، منطقة العراق، وصلت للأناضول، وصلت لمنطقة آسيا الصغرى اللي هي منطقة الحيثيين، ووصلت المعارك ما بينهم لغاية بعد كده حصلت اتفاقية السلام، وحتى الملك نفسه رمسيس الثاني تزوج ابنة الملك الحيثيين. صحيح. وده كله موثق كتابة في المعبد. بقي لنا بس إن أنا عايزة أتكلم برضو عن معبد نفرتاري، يعني يمكن قليل اللي عملوا معابد لزوجاتهم وده فيه شيء من التقدير يعني. بالظبط بالظبط. كلمنا على معبد هو ما كانش البداية، يعني احنا عندنا في البداية في منطقة سولب في النوبة العليا الملك أمنحوتب الثالث أنشأ للملكة معبد خاص ليها ومعبد منتهى الفخامة، طبعا مع ارتفاع البحيرة غير المعبد نفسه لأنه في المنطقة الحدود السودانية. موقعه فين في المنطقة اسمها سولب. سولب دي في الحدود السودانية. احنا طبعا بعد انشاء بحيرة ناصر في مواقع أثرية غرقت، لأنه كانت يعني منظمة اليونسكو كان ليها برضه حدود في مجهوداتها. يعني الحمد لله ان نجحنا في انقاذ الاثار، انقاذ المجموعة وتجميعها في مجموعات. صحيح. يعني مع مجموعة ابو سمبل اللي هو المعبدين، وبعدين عندنا مجموعة عمدة ومجموعة السبوع ومجموعة كلابشة، واخيرا مجموعة فيلة. يعني مجموعة فيلة كانت درة التاج في اعمال اليونسكو، وان كان انتهى بمتحف النوبه. فكان منظمه اليونسكو كان ليها يد بيضاء في انقاذ الاثار المصريه على في الجنوب. المهم حضرتك انه معبد نفرتاري الخاص بالمعبوده حتحور، لان اصلا حتحور هي سيده ابو سمبل اللي كان يطلق عليها ابشك بالهيروغليفي، فهي حتحور سيده ابشك اللي هي سيده الموقع نفسه. فالملك رمسيس الثاني كان
عنده يعني اهتمام كبير بزوجته، وكان وضعها في مصاف عليا يعني ان هو ينشئ ليها معبد بجوار معبده. صحيح. لان زي ما قلنا يعني في المناطق المصريه ما كانش فيه موجود النسخ هذا، وان كان زي ما ذكرت لحضرتك ان الملك منحوته الثالث عمل ده. المعبد نفسه بيدل على علو شان المراه ولو شأن الزوجة، وإن الملكة نفسها كان لها وضع في الدولة، وإن كانت يعني لها كلمة في الدولة. صحيح. بجوار زوجها، وإن ده الملك نفسه كان بيديها الكلمة، إن هو يعني من خلال النص الكتابي الموجود في المعبد إنه كان في اهتمام كبير بالزوجة نفرتاري. ونفرتاري حتى المقبرة الموجودة لها في البر الغربي في الأقصر هي من أجمل وأروع المقابر الموجودة في مصر القديمة، في وادي الملكات. في وادي الملكات من اروع المقابر، والنقوش اللي فيها من اروع، رائعه يعني كانت تكون لسه معموله يعني حضرتك لما تشوفيها. صحيح. الوانها محتفظه بها في قمه بحالتها. الجمال وقمه، وان كان في مجهود من الوزاره دايم في الحفاظ عليها من خلال تحجيم عدد الزوار. صحيح. الحفاظ على النقوش، لان احنا عندنا نقوش بنتكلم في اكثر من 3000 سنه وما زالت بجمالها يعني، وكانها لسه يعني لسه مفتتحه او لسه جاهزه للدفن. فاهتمام الملك رمسيس الثاني بزوجته كان اهتمام كبير جدا، كان اهتمام مشرف يعني بيدل على الحضاره، لان الحضاره زي ما قلت حضرتك مش بنا ومعابد، الحضاره هي البشر نفسه، اسلوب حياه البشر نفسه يعني من خلال الملك والجهاز الحاكم للدوله اللي هو الهرم المصري القديم، الى الموظفين الى المزارعين، كانت الدوله كلها في حاله حضاره. صحيح. فالحضارة المصرية القديمة كانش مجرد إنشاء معابد، ما كانش لسه إنشاء حياة كاملة. فهي دي كلمة الحضارة، الحضارة إن يكون الحياة كاملة ويكون موثقة كمان، ما نكونش بنتكلم في خيالات. صحيح. ان انا كان عندي اجداد الفراعنه، لا انا بتكلم على نصوص مكتوبه، والحمد لله انا موجوده لغايه النهارده، حتى ما بنتكلمش ان هي كانت وكانت، لا دي هي موجوده النصوص سواء في المعابد او زي ما قلت لحضرتك في منطقه زي جزيره السهيل، في خلال الحفائد، عمل الحفائد في مصر كلها. فده بيوثق الكلام، بيوثق التاريخ. انا يعني اكاد اكون الدوله الوحيده اللي تاريخها موثق، ما فيهوش افتراءات، ما فيهوش اي تجاهل، لا، وما فيش فتره زمنيه ساقطه عندي في التاريخ. انا من عصور ما قبل التاريخ الى الان التاريخ المصري موثق كامله. صحيح. وفعلا ويعني دورنا تجاه هذه الحضاره ان نحافظ على ما تركته لنا من مواقع اثريه، ويعني نستأنف دائما البحث وتشجيع البعثات الأثرية اللي يعني بتبحث عن كل القطع والكنوز اللي في كتير منها لسه داخل باطن أرض مصر. المتاحف والمعابد والأماكن الأثرية محتاجة دائما الاهتمام والرعاية والصيانة والخدمة، لأن الحفاظ عليها هو حفاظ على ثروتنا السياحية وحفاظ على ضيوفنا اللي بنتمنى انهم يزيدوا كل سنة، لان بالتأكيد دي ثروة مصر، وثروة مصر جزء كبير من دخلها القومي، جزء كبير من سمعتها عالميا، ونتمنى ان شاء الله المزيد والمزيد من النجاح والتوفيق في هذا المجال اللي لا يمكن ان تستغني عنه مصر ابدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مصطفى خليل مدير متحف الفانتين باسوان، وان شاء الله قريبا نزور المتحف بعد تطويره ان شاء الله. شرفنا بحضرتكم والساده المشاهدين، اهلا وسهلا بحضرتكم. شكرا لحضرتك. تفضل يا فندم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم.